ينضم إلينا عبر الهاتف مهند معمر الناطق باسم القوة المساندة للجيش. ورحب بك بداية سيد مهند، لو تطلعنا عن آخر المستجدات. أهلا وسهلا. سألتك لو تطلعنا عن آخر المستجدات اليوم سيد مهند. اليوم شنت قوات الجيش والقوة المساندة لها هجمة كاسحة على ميليشيات حفتر في محور صلاح الدين، قامت فيها بدك ميليشيات الإرهابية بالمدفعية، استطاعت التقدم في المحور وتدمير مجموعة آليات ناهيك عن القتلى والجرحى بالعشرات. محور المشروع أيضا شهد معارك عنيفة بالمدفعية، قامت قواتنا هناك بدك الإرهابيين دك عنيف، غنمت فيها مدرعة إماراتية صنع وارهقتهم جدا ولادوا بالفرار باتجاه شارع الخلاطات. هجمة الاكتساح أيضا شملت اليوم محور الكازيرما، وذلك من أجل تضييق الخناق على المتمردين في باقي المحاور وإبعادهم، والحمد لله نجحت قواتنا هناك في أعطاب عدة آليات وقتل مجموعة من الميليشيات كانوا متحصنين خلف أحد البيوت. استطاعت قواتنا هناك بتصويب ضربة الموجه سقطت الهدف وخلفت عشرات القتلى. طيب، هل كان لقوات الوفاق اليوم طلعات جوية؟ بعد سؤال سألتك هل لو كان للقوات الوفاق اليوم طلعات جوية؟ نعم، كانت هناك طلعات جوية قاموا بقصف عدة تمركزات من شاف حفتر في منطقة أبو غرين وفي محور الجزيرة.